طيب امبارح كانت قرعه دور ال 16 من بطوله دوري ابطال افريقيا واللي اسفرت عن مجموع اربع مجاميع. نبتدي بمجموعه النادي الاهلي، البطوله اللي بيدافع طبعا النادي الاهلي عن لقبه فيها، واللقب كان رقم 9. احنا دلوقتي في مشوار باذن الله الحفاظ على البطوله ووصول للبطوله رقم 10 بالنسبه لفريق النادي الاهلي. فبالتالي الاهلي خلاص وقع في مجموعته كل من فيتا كلوب بطل الكونغو، سيمبا التنزاني، والمريخ السوداني. البعض بيتكلم على ان المجموعه يعني معقوله وكلام من ده، مفيش حاجه اسمها كده يا جماعه، مجموعه صعبه جدا وبطوله صعبه جدا جدا، والاهلي باذن الله ان شاء الله ينافس عليها بكل قوه، وهدفه معروف ان هو يفوز باللقب باذن الله تعالى. لكن مش عايزين نستسهل اي حاجه خالص، لان طالما فريق متواجد في المرحله دي من بطوله دوري ابطال افريقيا اذا هو فريق قوي. يعني كمان المجموعة الثانية تي بي مازيمبي مع كل من ماموليدي سان داونز والهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري. المجموعة الثالثة الوداد المغربي، حرية كوناكري الغيني، بترو أتلتيكو الأنغولي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي. والمجموعة الأخيرة المجموعة الرابعة الترجي التونسي والزمالك ومولودية الجزائر وتونجيس بطل السنغال، واللي أقصى فريق الرجاء في مفاجأة قوية جدا في دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله الأهلي يكون موفق، وإن شاء الله بإذن الله الأهلي يقدر إن هو يحقق هذا اللقب الغالي.